السلام عليكم. بون افون ما ندير لا دوزيام بين برك واحد لا ميثود، لا دوزيام ميثود اللي نقدروا نحلوا بها لا بروميير من ليكزيرسيس 4. دونك كيما كنا كتبنا هنا في ليكزيرسيس 4 لا بروميير، هادي كنا قادرين نوحدوا المقامات كيما راني داير انا هنا ونحسبوا عادي، نديروا بالمطابقه اللي تعرفوها ديجا. تلقاو نبداو مع الاول نوحدوا المقامات هاد الزوج هكذا، ومع هذا كامل نوحد المقام مع هذا، ومع اكس كاري نجي نشوف هنا. هنا ما عنديش اكس كاري، دونك لي بارامتر تاع اكس كاري كامل تيكالا زيرو، ا بي و سي تيكالا زيرو. لي بارامتر تاع اكس اللي يعني مدور عليهم هنا، هنا ما عنديش، دونك تيكالا زيرو تاني. وقعد لنا لي وحده اللي هو 2 ا ايتيغال 1، ما تخرج لي ا ايتيغال 1 دومي كما خرجت لنا ديجا. ومع نكمل ا خرجت لي 1 دومي، نعوضها هنايا ما نحل جمله معادلتين نخرج لي بي و سي. هذه طريقه واحده اخرى، وكاين بزاف طلبه يبريفيريو هاد لا ميثود كو لا ميثود هذيك تاع نضربو في اكس وما نحسبو لا ليميت ينسي دي سويت. دونك نكملو في لا دوزيام. En deuxième, on va faire la méthode. Donc, l'intégrale de le polynôme d'un degré de x comme ça sur polynôme d'un degré de x qui est nul. Mais nous allons savoir le degré de x qui est nul. Nous allons savoir le degré de x qui est nul. Donc, c'est le degré de x au 4. Donc, on va faire la division euclidienne. Qu'est-ce qu'on va dire? نحطو البسط هنايا، نحطو المقام هنا ونحسبه. دونك اكس اس 5 تقسيم اكس اس 4، هنايا نديرهم الكبير صغير ماشي كيما لي ديال. لي ديال نرتبهم من الصغير للكبير، من لي ديال نبداو الواحد يجي هنا ومن يجي قدامو اكس وهي رايحه هنا. لا لا، هنايا في لي زانتيغرال نديرو من الكبير مع الكبير ماشي الصغير مع الصغير كيما لي ديال. دونك اكس اس 5 سير اكس اس 4 تساوي اكس، دونك اكس فوا اكس اس 4 عطينا اكس اس 5، اكس فوا اكس اس 2 عطينا اكس اس 3. هذه ناقص هذه تروح، هذه ناقص هذه تروح، تريح لي ناقص اكس زائد 1 هايلك. دونك لو دوغري تاع هذا ايتيغال 1، لو دوغري تاع هذا ايتيغال 4. دونك ما نقدرش نزيد نكمل، راني كاتب هنا ان صارت كار لو دوغري اي تانفيريور او سولوي دو المقام اكس اس 4 زائد اكس اس 2. دونك نحبسو هنا. دوكا هادي واش درتها؟ فوش تفيدني هادي؟ هادي تفيدني باش نفكك هذا الفوقاني، هذا نفكو كيما راكم تشوفو. هذا البسط الفوقاني هذا تساوي اكس اللي هو هذا حاصل القسمة اكس زائد الباقي هذا لو ريست ار سير هذا اكس اس 4 زائد اكس اس 2 اللي هو يساوي اكس اس 2 في اكس 2 زائد 1. دونك الانتيغرال تاع هذا لي من كوتيني من الدروا تساوي على الانتيغرال لي من لاكوش، على بها استعملت الطريقة. دونك حكمت هذا بون، الانتيغرال تاع هذا باين، دونك الانتيغرال تاع هذا لي شوية كومبليكي، دونك نزيد نشوف كيفاش نفكك نسيي نفكك فيه. اذا هاوليك هذا راني ندير فليشة هاوليك يساوي عندي عندي دوكا هنايا اكس اس 2 اكس اس 2 زائد 1. دونك هاوليك اكس اس 2 هاي ديك هنايا حطيتها هنا، درت زائد اكس اس 2 زائد 1 هاي هادي حطيتها هنا ودرت بيناتهم زائد. هنا علاش كتبت اكس زائد بي ما كتبتش اكس كيما اللي قبلها اللي الاولانية من التمرين؟ هنايا كيكون عندي هنايا اس 2 اكس اس 2 نكتب هنا درجة لي اسفل منه اللي هي اكس زائد بي. كان عندي كان عندي اكس نكتب ا، هذا ما كان. وهذه ايضا اكس اس 2 زائد 1 اذا سي اكس زائد دي، درجه دي اس 2 هذه لازم تكون درجه اس 1. دونك انا استعملت الطريقه اللي كنت هضرت مع عليها في الاول تاع الفيديو اللي هي المطابقه. اذا انا راح نوحد المقامات ونطابق مع هذه. هنا وحدت المقامات كما راكم تشوفوا، خرجت لي لي بون هكذا ما يشبه لكم هكذا خير بريفيرونس هكذا.
دونك ا بلس سي اكس 3. هنايا كي نجي نطبقها مع هذه ما كانش اكس 3، دونك ا بلس سي تيكال زيرو. نفس الشيء بالنسبه لبي زائد دي، بي زائد دي تيكال زيرو باسكو هنا ما عنديش اكس كاري. وهنايا ا اكس، هنا عندي ا اكس، دونك ا تيكال موينز هاي ليك ا تيكال موينز، وهنا بي وحدها تيكال 1 بي تيكال 1. لو فات خرجوا لي او بي، نعوض هنايا من فوق يخرجوا لي سي ودي. اذا كونكلوجيون، الانتيغرال تاع هذا كومبلي، هذا كومبلي يساوي الانتيغرال تاع هذا زائد الانتيغرال تاع هذا. هذا كنت فككته ديجا اللي هو ا اكس زائد بي تقسيم اكس كاري، وكي لقيت او بي دونك نقدر نعوض، دونك تيكال الانتيغرال تاع هذا الاولاني زائد الانتيغرال تاع ا تيكال موانز بلوس بي تيكال 1. عوضت برك هذا ما كان، دونك الانتيغرال تاع هذا مباشرة اللي هو اكس كاري سور دو بلوس هذا ناقص اكس زائد واحد فككتو اللي هو ناقص اكس على اكس كاري بلوس واحد على اكس اس 2 كما راكم تشوفوا، ومعد اختزلت. ونفس الشيء بالنسبة لهذا فككتو وهي رايحة، دونك زيد واش خرج لي ناقص واحد على اكس، دونك الانتيغرال تاعها شنو هادي كيخرجو ناقص لهنا تولي ناقص الان اكس، هاي اللي كان ناقص الان اكس، وهذه واحد على اكس كاري نطلعوا الاكس كاري لهنا تولي اكس اس ناقص 2 كما راكم تشوفوا هنا اكس اس ناقص 2. وعندنا كي يكون عندنا الانتيغرال اكس اس ان، اكس اس ان الانتيغرال تاعها شنو هو اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد واحد على 2، دونك هذه راهي مكتوبه يو فتحه على او، دونك الان او ناقص هذه باينه كنا درناها بلوزيور فوا ارك طونجون دو اكس اتيغال حسبت عادي هادي اكس اس ناقص واحد على ناقص واحد، دونك ناقص واحد هادي جهة له والاكس هادي يحبط لتحت ها كيما راكم تشوفوا. هذا ما كان، نجيو لي موراها سهلة على بيها، محبش ندير لها فيديو وحدة. اذا عندي الانتيغرال دو اكس اس 4 سور اكس اس 10 بلوس 1 دي اكس اتيغال ا الانتيغرال دو اكس اس 4 على اكس اس 5 الكل او كاري بلوس 1. هذه اكس اس 10 كتبتها من شكل اكس اس 5 الكل اس 2، ومن بعد كتبت اون بوز او تيكال اكس اس 5. دونك كي نشتقوا او واش تولي لي؟ تولي 5 اكس اس 4 دي اكس. دونك باش نلقى ومن بعد كي نجيب 5 لهنا تولي 2 او سير 5 تيكال اكس اس 4 دي اكس. هذه هاي لك دي اكس اكس اس 4 هاي لك، نعوضها بدو او سير 5 الور هاي لك دي اكس اكس اس 4 عوضتها بدو او سير 5 صافي. واش قاعد لي؟ تقاعد لي واحد تقسيم او وكاري بلس 1، واحد تقسيم او وكاري بلس 1 واحد على 5 خرجتها تريح لينا ديكرال تاع 1 سير او وكاري بلس 1 اللي هو 1 سير 5 ارك طونجونت دو او وكاري. في النهاية نعوضو الاو عفوا او نحو اوكاري هادي نحوها في الاخير نعوضو او بالقيمة تاعو اللي هو اكس اس 5 وليس اكس اس 2. هذا ما كان، نكون لكم من التمرين.